استشهد ثائر الجنوب مرفوع الرأس وصادق الوعد، وبدأ حزب الله بلملمة أوراقه ودراسة الخطط العسكرية البديلة التي خطها نصر الله بنفسه. في هذه الأثناء يحاول الكيان الصهيوني التوغل برا عبر أنفاق حزب الله، جيش متوحش ومتعطش للدماء يتجاهل كل الأصوات الدولية الداعية لوقف إطلاق النار. لم يكن هدف الكيان الصهيوني نصر الله فقط، فصواريخهم على لبنان التي ما زالت تحصد مئات الأبرياء كشفت زيف ادعاءاتهم، وما بين ضمير عربي ميت وتخل إيراني بداعي الحكمة هنالك ما يقرب مليون نازح ومئات الشهداء وآلاف المنازل تهدم على رؤوس أصحابها في كل لحظة.